أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من شبكة محولات كهرباء شرق سوهاج بمدينة أخميم الجديدة، وكذلك قرب الانتهاء من محطة معالجة ثلاثية عملاقة ضمن اهتمامات الدولة بتنمية المدن العمرانية الجديدة خاصة بالصعيد المصري. جاري مدينة سوهاج الجديدة في محطة معالجة 36 ألف متر مكعب، المرحلة الأولى منها 12 ألف متر مكعب. تقريبا تم الانتهاء بنسبة 80% من أعمال المحطة. ال 20% ده المتبقي يعني في شغل يعني الربط بين الوحدات والمواقع ومواقع العام، يعني في أمر الله في خلال شهر هنكون جاهزين لتشغيل المحطة أو بدء التشغيل التجريبي. المحطة هتخدم مدينة سوهاج الجديدة، هتخدم جامعة سوهاج، هتخدم بعض القرى المحيطة بمدينة سوهاج الجديدة الخاصة من محافظة سوهاج. المحطة بأمر الله تعالى بتخدم في حدود 160 ألف نسمة، أو المرحلة الأولى بتخدم في حدود 160 ألف نسمة. بأمر الله مدينة سوهاج الجديدة بدأت تسكن فيها، كنا احنا بناخد الصرف بتاعنا وصرف الجامعة وبنوديه محطة غرب سوهاج في حدود 15 كيلو.